FM. الكلمة ليك. الانترفيو. أول مرة نقابل بأمني صحيح. مرحبا بك سي عماد بالحاج خليفة، الناطق رسمي باسم نقابات قوات الأمن الداخلي. شكرا على تلبية الدعوة تكون حاضر معنا اليوم في استديو كاب FM. بارك الله فيك. ما عنديش مزية كي نحضر الإعلام، لأنه نعتبر الإعلام هو سلطة رابعة، ومن خلالك نحب نحيي كيف الإعلاميين اللي ممكن ماخذين في خاطرهم منا بعد العملية اللي صارت تفجيرية في تونس العاصمة. وأنا راني حبيت نعمل المداخلة دي، نحب من خلالك نوجه لهم بالتحية، ونأكد أنه اتحاد الوطن نقاباتهم التونسي وفي شخصي أنا كنت اتصلت حتى بثلاثة من أعضاء نقابة الصحفيين نهار العملية، لكن قام خارج الوطن هما، وليت قدمت اعتذار وطلبت منهم، قلت لهم راكم تنازلوا الأمنيين ماهوش مس من كرامتكم، بالعكس هذا تنازل التوانسة الناس على العصابة، ممكن صارت دي بافيو صحيح، لكن ما فيها باس نتعلم ونتنازل بعضنا، فما مصحة عامة قبل مصحة خاصة. تحية أخرى للأمل بالحاج علي وسراجة فرحات. دونك أهم ما حاورنا اليوم باش نحكيه على السياسات اللي قد تكون جديدة داخل وزارة الداخلية على مستوى التعيينات والمهام لبعض المناصب والمسؤولين جدد، كذلك نحكيه على استراتيجية وزارة الداخلية في محاربة الإرهاب، كذلك طبعا نجيو إلى التمويلات المشبوهة لبعض الجمعيات في تونس طبعا، والمجال مفتوح الكل من سراجة وأمال باش نبدأ هذا الحوار على أكثر من نقطة. البداية هو التعيينات الجديدة، تقريب رضا تام عليها، فهل أنه سي عماد هي خطوة أولى في إطار سياسة داخلية جديدة لوزارة الداخلية؟ بارك الله فيك. احنا كاتحاد وطني ولا كأمني بصفة عامة لا ندخل في التعيينات، ولكن يمكن لي أن نبدي آراءنا حول هذه التعيينات. أنا بصراحة تعيينات كفاءات أمنية معروفة باقتدارها وتاريخها الماضي في العمل لصالح المؤسسة الأمنية ولصالح البلاد هذه، ما عندنا حتى شكيك فيهم، بل بالعكس ناس بين التاريخ السابق أنهم ناس قدموا المؤسسة متاعنا وتوس حقتهم المؤسسة متاعنا، هم موجودين، لأنه نحب نقول لك لو عون الأمن حتى كي يخرج من العمل يبقى دائما عون أمن، يعتبرهم احنا جيش احتياط، وقت نستحقوا أي شخص منهم نعيطولو نستجدوا به باش يقدم، ما عندوش مزية، هذه العقيدة متاعنا كأمنين. إن شاء الله احنا نقول هذه دم جديد، وإن شاء الله تتلوها تغييرات أخرى في مستوى استراتيجيات العمل لمحاربة الإرهاب، باش نحبوا نشوفوا نتائج اللي يتمناها التونسي كل، لأنه حبينا ولا كرهنا العمل الإرهابي راهو إقليمي بدرجة أولى، وإحنا داخلين في علاقات مع الدول، لذا يجب تكون عن استراتيجية زادة تكون شاملة تتجاوز تونس لتشمل حتى المستوى الإقليمي. أمال ولا سراجة المجال مفتوح لكم. جستمو حتى باش يحكي لنا سي عماد على الارهاب، نحب نرجع ان البرنامج كنت شفته اللي فيه يتكلم لو كونسيي نتاع لونسيان مينيستر دي افيرز اترانجير فرونسي، اللي يحكي على الارهاب في بلادنا ويقول ثم مشكله كبيره، ويظهر لي احنا الشعب التونسي ماهوش واعي بها منتها بالكدا، هي الخليه النائمه اللي قال هو في فرنسا وبالامكانيات اللي عندهم، قالك مشكلتنا ان ما نعرفوش قداش عندنا من خليه نائمه، وما نعرفش ما نعرفوش درجه خطوره هالخليه النائمه في تونس. دخلنا طور في الارهاب اللي هو العمليات الانتحاريه، وراهو معناتها كل انتحاري هو قنبله موقوته. يظهر لي سي عماد انت تنجم تعطينا فكره اكثر على الوضع نتاع لو بوين ان بو نتاع بلوز او موان على في المصنف في درجه بارك الله فيك. انا راني تو باش نحكيكم على الخلايا النائمه، ولو اني انا ما بين قوسين نحب رساله للناس تصاد في الماء العكر اللي يقولوا النقاب الامني هذايا شبيه يحكي في الارهاب، ظهالي ما نتصورش شكون اكفأ منا ولا عنده خبره في الميدان هذا باش يتكلم عليه، مش كيما اشباه الاعلاميين اللي يعتريوا المنابر والبلاتوات ويحبوا ينظروا علينا احنا. احنا قينا استراتيجيات امنيه ونعرفوا العمل متاعنا، ما بين قوسين اشباه الخبراء ولا الاعلاميين؟ اشباه الخبراء قلت الاعلاميين، لا مو فما ناس عندهم كاسكيت اعلاميين وهما ما فهمتهمش انا، هما عندهم توندونس بوليتيك يمروا فيها عن طريق العمل الاعلامي، ميساج نقولوها يعني كي نحكي مع اعلامي كي نحكي مع سياسي، هو عنده فكره سياسيه نتاعو يحب يحققها عن طريقي انا، يودي قلت ابعدني، عندك فكره سياسيه برا اعمل سياسه بعيده عليا انا،
انا راني امني سي ايمي تسمحني كي تحكي عليهم ولا تعطيهم قيمه ما نعرف. خليهم ما يستاهلوش سامحني اختي الغاليه ميساج ما نقول لك حاشاك الذبانه ما تدخلش ما دار على خواتك نعاود لكلامنا إيه. كان تحب تسمي سمي ما. لا 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 ما, لا ما نسميش احنا ارفع وانا تربيتي واخلاقي ومستواي ارفع بكثير نهبط المستوى الحضيض باش ندخل في مجادلات ندخل في مجادلات احنا بالنسبه للخلايا النايمه احنا قلنا في وقت من الاوقات اللي راهو فما ارهاب في تونس وقتها قلنا كان تتذكروا كنا في الشعامبي وقع تكذيبنا وقع حتى التشكيك في وطنيه نتاعنا وقع حتى اتهامنا ان احنا عندنا علاقات واجندات خارجيه لكن اكد الواقع انه كلامنا كان صحيح انه فما خلايا ارهابيه قاعده تدرب في الشعامبي ثم بعد ذلك فما حاليا في تونس فما خلايا نايمه واحنا كل ما نشدوا خليه نكتشفوا بعد هي خلايا اخرى لان يعني هي ماهيش خليه واحده وقع القبض عليها وانتهى الموضوع هي خلايا متداخلة وحتى فما شكون بعضهم البعض ما يعرفوش بعضهم بالأسماء يعني خلية عنكبوتية بطريقة معقدة يتم جلب السلاح من الخارج وبالتحديد من الليبيا وأنه بين ليبيا بين قوسين أنا لقيت بيان حتى من لجنة حقوق الإنسان في ليبيا يزايدوا علينا قالوا تونس كيف تسكر حدودها وخاطر إخلالات أمنية ذاك السكر بربي أدرى ما أهل مكة أدرى بشعابها احنا قاعدين نقاسيو زاد في الإرهاب سيادة الدولة قررنا احنا نغلق الحدود كدولة تونسية ماذا بينا نحترموا بلادنا ونحترموا قرارات بلادنا مع احتراماتي اشقائي الليبيين لكن ما نتصورش انهم ما ادرى بمشاكلنا ويقولوا ان احنا كتوانسه ما عندنا اخلالات امنيه وذاك على سكرنا الحدود نتاعنا سكرنا الحدود البريه اي البريه بالضبط طيارات نتاع ليبيا بالضبط قاعده هذه بالضبط هذه اجراءات اتخذتها الحكومه لمجابهه الارهاب لانه بصراحه الارهاب راهو تغلغل بطريقه كبيره احنا وصلنا لقينا شباب عمره 16 سنة بناتنا عمرها 16 سنة قاعدة هي بروح انخرط في العمل الداعش الارهابي انا سمعت قبل يقولوا ما فماش حتى الرويق متاع داعش هاي هو فما طلع الرويق داعش هو موجود في تونس فزاعة قالوا فما حتى شكون ناطق رسمي لحزب قال هذه مسرحية وعمل مخابراتي قدموا شهداء ناس معناها بالمئات امنيين توفاء وعسكريين ويطلعون هما بلغة الفزاعة العمليه اللي صارت في تونس راي احنا بالنسبه لنا كامنيين نعتبرها خطيره وخطيره للغايه لان دمت في قلب العاصمه عمليه الامن الرئاسي وهي مقصوده هي مس المعنويات نتاعنا هي مس السياده نتاعنا كي نعمل لك عمليه في اعوان امر رئيس الدوله وشخصيات الرسميه هي محاوله دنيئه لمس معنويات نتاعنا لكن نحب ناكد لك حاجه هما نساو ان احنا كامنيين متعودين العمل هذا وقابلين الضريبه قابلين الضريبه بصراحه لكن ذا بينا مانيش احنا وطنيين برك زاده الوطنيه ماهيش تحت كل واش احنا امنيين الوطنيه عند التوانسه الكل لازم تولي هالعقيده هذه التوانسه الكل يساووا معانا واي شخص عنده معلومه ولا عنده معطى عن خلايا ارهابيه وعن ناس متطرفين يتصل بينه ويعلم الامنيين هذه هي لازم تكون الكلام لانه نقول لك حاجه اخرى في سوسه مثلا الخليه التي تم القبض عليها كانت من اخطر الخلايا هناك ايقافات وصلت حتى 60 شخص هالأشخاص هذوما كانوا يحضروا في عمليات تكون يكاد يكون أكبر من اللي صار في باريس بتشوفوا معناه العمل الأمني الدؤوب ثم من بعد كي صارت العملية في قلب العاصمة قالوا وين المؤسسة الأمنية شبه ما تخدمش مؤسسة أمنية لا قاعدين نخدموا لكن احنا النجاحات ما نحكيش عليها النجاحات وانا لمت حتى على بعض قلت لهم حق مخرجتوا على المتوانسة خلي يعرفوا نجاحاتنا قال لك يا اخي يا عماد هذه خدمة عادية متاعنا ونجاحات متاعنا امور عادية اخفاقات نحللوها ونشوفوا الاسباب اخفاق لا ما يسالش لازم نعلموا التوانسة اللي مؤسسة أمنية نتاعهم قاعدة حق في نجاحات قاعدين نتيح بالعديد من الإرهابيين حاليا لو كان تسمع سي عماد وبعد نفتح المجال السراجي نبني على سؤال أمال تقول لك وين من هالخلايا النايمة في تونس اليوم سؤالي هو هل هي الخلايا النايمة هذه بالعشرات ولا بالمئات بعد ما قاعدين نتابع إيقافات تكاد تكون في كل نص نهار مش حتى في 24 ساعة كل 12 ساعة يتم الإعلان على ناس مشتبه بهم هذا واحد اثنين نفهم من كلامك قبليك شوية وأنه قلت ما هيش مهام كان الأمن وإلا الجيش التونسي وهذا متفقين به التوانس الكل وكأنه فما نقرأ ما بين السطور كأنه فما مشكل متاع هالحاضنة الاجتماعية بالضبط. عائلات تونسية اليوم تدعم الإرهاب نحب إجابات على زوز أسئلة ذوما وبعد نفتح المجال بالضبط. هناك حاضنات اجتماعية هي التي تحمل هذه الارهابيين هذوما يتخباوا عندهم ويعيشوا معهم. انا اعطيك مثال نرجع بك القانون الارهاب اللي وقع اصداره اخيرا الفصل 37 بربي ثابت معايا ايش يقول لك يعد مرتكب الاجرام الارهابيه وكذا وكذا انسي سويت به ويقع استثناء من الاحكام شكون يقع استثناءهم الفقر الوالدان القانون او احتمال الوالدان يقع استثناء انا واحد من الناس عندي سؤال
نجموا تجاوبوني عليه. اذا كان والدين هما منخرطين مع ابنائهم في العمل الارهابي وفي بالهم بالعمليه الارهابيه، هاك استفيدهم انت؟ ترى جاوبوني، ونحبوا نفهموا. اذا كان والده في بالها ولده باش يعمل عمليه انتحاريه باش يقتل الناس وفي بالها بيه ولا تعلم على ذلك، بيتي علت. انا سمعت حتى سي الهمامي من رابطه تونسي حقوق الانسان، وحتى سمعته يتكلم قال لا هذيك امور عائليه ونفسانيه، ما تحب الام ما تجيش تبلغ على ابنها. انا نقول اوكي سامحني، اوكي ولدها يقتل، ولدها باش يقتل الناس، ولدها باش يقتل الناس، راهو هذوك ما عندهمش عمليه قتل والقانون يحميها حسب الفصل 37 كما يحمي القارين ويحمي الابناء. صراحة انا الفصل هذا ما سالت انا، هو باش يقوم عمليه قتل والام في بالها بيه ولا الاب في باله بيه ويتخبى عليه ما يقولش عليه، شو معناها هذا؟ سميوه بالقانون فهموني انا والله ساعات انا ما نفهمش، انا مش محتاج ياسر ارهاب معناها الفصل هذا انا ما تخليش في مخ. نزيد حاجه اخرى، ما يسالش انا صرفنا صرفنا، نعطيك الفصل 90. الفصل 90 ايش يقول؟ تسقط الدعوه العموميه في الجرائم الارهابيه المنصوص عليها بالقانون بمرور 20 عاما كامله اذا كان ناجع عن جنايه، بمرور 10 اعوام كامله اذا كان ناجع عن عمليه ارهابيه. معناها ينجم واحد يعمل عمليه ارهابيه ويكون خارج تونس يقعد 30 سنه ومن بعد يرجع لتونس تسقط العقوبه. هذيك صار انا نحب نسال سؤال في التعذيب، جرائم التعذيب لا تسقط بمرور الزمن. علاش انا عامل الفصل هذايا اسقاط عليه الدعوه بمرور الزمن؟ راي جريمه ارهابيه، معناها تصور انت بالله يا اخي العزيز انه واحد عمل عمليه ارهابيه عمره 20 سنه 19 سنه يقعد معناه هرب يجي يرجع 49 سنه تبارك الله مازال في طمكو معناه يرجع لتونس، يقول لك الفصل ايش يقول؟ يحرم عليه باش يكون اقامته في الولايه اللي عمل فيها العمليه، باهي. وابناء الشهداء زعما باش يعديوها العمليه، قاتل عائلاتهم اللي بيزلوا في تونس باش يعديوها العمليه، زعما انظروا لها منظر هذا، ما تنظروش منظر هذاك. مانيش فاهم الفصل هذايا، علاش الفصل هذايا؟ الواه انت تعملوا اسقاط الدعوه هذه، ما نعمل اسقاط دعوه. جرائم الهراب نورمالمون ما تسقطش مرور الزمن. سي عماد، القانون هذا ما خرج الا بسيدي وسيدك. صحيح. بعد مهاترات سياسيه لا تكاد تنتهي، لان ثم ناس هذا نقولوا على حسن نيه. على حسن نيه يدافع على حقوق الانسان. والمبادئ العامة للقضاء الديمقراطي. صحيح. وسمى ناس متعاطفين. هات نقولوا كلمة التعاطف. كلمة التعاطف والعدو الداخلي الموجود. أنتم كنقابة، ما هي الآليات التي تقترحون إنشائها في المرحلة الجديدة؟ هذه مرحلة جديدة. لأن ما كنا في درجة من عدم التأهب قبل الاعتداءات الأخيرة، خاصة بعد الاعتداء الأخير اللي ماتوا فيه الشهداء متاع الأمن الرئاسي. يعني تبدلت المعادلة، تبدلت وجات قيادات أمنية جديدة، وثم السلطة التنفيذية المسؤولين في الحكومة معناها معملين باش يتعداوا إلى مرحلة. شنية المراحل الجديدة؟ شنية الأسلحة؟ الأسلحة تنجم تكون النفسانية، الأسلحة الإدارية، الأسلحة الدراسية، ما نتكلموش على الأسلحة النارية. ما هي الأدوات اللازمة لكسب معركة الإرهاب واللي مش موجودة اليوم؟ بالضبط. أنا كل حال أنا نحب نعود بيك، احنا كاتحاد وطني عندنا مكتب دراسات بالاتحاد الوطني نقابة تونسي. احنا كنقابة ما نحبوش نمشيو للكلمة بعد هجمات 11 سبتمبر في أمريكا، تتذكروا الولايات المتحدة أحيات حكمة قديمة على لسان سان جوست اللي يقول لا حرية لأعداء الحرية، وإلا الكلمة الأخرى سأهرب الأرهابيين، وهي عبارة مشهورة لوزير داخلية فرنسي أسبق قالها في الثمانينات. يعطيك الصحة. في هذا الإطار احنا نحبوا نمشيوا في زمشي نحترموا حقوق الإنسان، أنا معك، لكن لازم حاجة الحرية متاعي تقف عندما تمس من حرية غيري. احنا فما أمور استثنائية، أنت في بالك في أمريكا عملوا حتى سجن غوانتانامو، ما حصلناش في نعم سجن غوانتانامو، بالعكس خارج دائرة القضاء الأمريكي. يعطيك الصحة، لأنه فما دولة فما مدنيين ممسوسين. مانيش فاهم انا مع احترامات حقوقيه، فما منظمات حقوقيه نحترمها، هذه منظمات عادات سيت معروفه هذيك نحترمها، لكن فما بعض الدكاكين الحقوقيه نقول موجوده حاليا في البلاد. انا حاب نسالك حاجه تو، سؤال بربي سراجات تو، انا مثلا مو انا امني تو ما نجمش، لكن لو فرضنا حد تونسي في تونس يجي يقول حاب نعمل جمعيه حقوقيه، ما هو من حقه ولا لا؟ من حقه، لكن انا نعرف خلفيته السيد هذايا باش يعمل جمعيه حقوقيه،
مثال سؤال بالله، أنا سألته، أنا النجم أي واحد في حومتي في 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 بلادنا يجي يقدم طلب إنشاء جمعية حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان. الكتابة العامة للحكومة هي اللي لها الجمعيات. أي يقدم أسماء ويقول إحنا نحب نعمل جمعية حقوقية. ما فهمت، لكن فما منظمات معروفة وعندها صيتها وعندها نضالات حقوقية وإحنا معاها ونساندوها، وهذا هو المطلوب منا، معنا نحترمهم. لكن فما أشبال الحقوقيين، مش الكل، أنا أقول أشبال حقوقيين، ناس قاعدة زي دي. أنا نحب السؤال، فما حقوقيين مرهمش في قضايا الحق العام، مرهم كان في القضايا الإرهابية، معناها اختصاص، اختصاص في القضايا اللي تهم الإرهابيين، نلقاهم يخرجوا. السؤال آخر، بربي حقوق الإنسان نتكلموا على الإرهابيين يتمتعون بحقوق الإنسان، هاي ناس ما تقولني، والضحايا سيدي ما خمناش فيه، ما عندهمش حق حقوق الإنسان، وما ذوك ما عندهمش الحق في الحياة. في بالك في الدستور متاعنا فصل موجود في الدستور، الحق في الأمن والحق في الحياة، وينما الحقوقيين هذوما؟ ما ليش حتى حقوقي خرج لي وقال الدفاع عن ضحايا الإرهاب، حقوق الناس هذوك اللي توا موقوفين توا متحاكموا، نتحداك ما فما حتى واحد وقعت محاكمته، حتى زميننا الشرعبي وأنيس الجلاسي التو متحاكموا، الناس تأجيل القضية تأجيل القضية تأجيل القضية، هذاك حق، اعطيه حقه سيد، هذا حق الإنسان، فقد أعز ما يملك في حياته، ولده ولا بنته ولا اللي هو. وهوني دور وهوني يجي دور القضاء، اللي ديما نعملوا هالنداء هذا للقضاء التونسي، بربي بربي حاولوا باش تقوموا بواجبكم، وبربي راهو القانون فوق الجميع، وما ثماش كما قلت انت، ما ثماش واحد انسان والاخر مش انسان، معناتها اذا نتفقوا على المبادئ الحقوقيه راهو الناس كل كيف كيف. كما قلت انت في تونس ثم شركات خفيه الاسم اسمها شركة حقوق الإنسان، كما ثم جمعيات الخيرية وكل شيء. اللي نحب نرجع له كما في الـ في الـ في الـ في القانون اللي وقع المصادقة عليه ضد الإرهاب، ما انت هرا هو قانون تقد على قياس، تقد سور مزور، انت تقول واحد مشى بالطيور وقد قانون على قياسه، ما انت حاجه غير معقوله، حد يعمل، ما انت انسان يقوم بعمليه ارهابيه اقتل زوز ثلاثه، يا لندرا ام الولد هذيك ماهيش أم، وأم السيد اللي يلزمنا نحميوها أم عندها أحاسيس، هذيك حاجة أخرى، ثم مسؤولية العائلات. وهوني أنا شخصيا وكتونسية وك معناتها اكتيفيست في المجتمع المدني، احنا باش نتكلموا عليها الحكايه هذه، خاطر من المفروض انها العائلات، ما نقولش عائله الكل، تكون هي حذره ويقظه بالنسبه لممارسات ابنائها. خاطر انا ولدي اللي يخدم 500 الف ويدخل لي 3 ملايين ولا 4 ملايين ويبني لي دوزيام ولا ثوازيام ايتاج، ما عندوش 200 الف حاجه راه يجيبها فيها الفلوس، يا اما يتاجر في المخدرات، يا اما يسرق، يا اما راهو قاعد تقتبوا من الارهابيين، ما ثمش حاجه اخرى يظهر لي. ومن المفروض انها العائلات هي تحيط بابنائها باش تحميهم هما، وباش تحمي رويحها، وباش تحمي المجتمع التونسي من معناتها من النتائج هذيا. دونك كل واحد بربي يتحمل مسؤوليته، والناس اللي تنظر علينا تنقص من التنظير، خاطر اللي عملوا حقوق الكل راهو من الاختصاص من 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 بين لي ديسيبلين راهو التنظير في القوانين، معناتها هذه حاجه معروفه. أنا من كلامك صحيح، هذاك المشكلة. لو كان تسمح نزيد من عليه فقط، لأنه قبل ما جاوبتنيش سي عماد، هي تقول لك الحاضنة الاجتماعية العائلات هذوما، نستشهدوا بانكا توريسون اللي هو والد كمال القذقاذي بالضبط، واللي مشى وحط الشهيد على القبر نتاعو. كيفاش صارت هالمتابعة الأمنية للحالة هذه والحادثة هذه؟ والله ايش نقول لك، أنا بالنسبة للوالد كمال القذقاذي راهي ماهيش جديدة الحكاية، كانت تذكروا فما برنامج تلفزي حتى فما محترماتي ليه استاذ محامي قال هو لا يعتبر ارهابي، هو متهم، يعني المتهم بريدة ثبوت ادانته اعتمادا على قرينة البراءة، وقال الحياد يلزم الاعلامي ما يكونش محايد مع الارهاب، لا انا يلزم يكون ما يكونش محايد، لا حيادة مع الارهاب. سمعت بها العملية، والله نتساءل انا ملي صارت عملية، شخص معنا ارهابي اقتل التوانسة واقتل معنا الشهيد شكري بالعيد، وقتل معناها العديد من العسكر نتاعنا الجيش نتاعنا في الجبل وفي باك، وعملية الذبح اللي تمت وهو كان مشارك فيها، ثم يوقع توصيفه انه شهيد مكتاش من هكا يجي على القبر نتاعو يحط عليه شهيد، معناها بصراحه حتى احتراما في الناس اللي ماتوا ما تصيرش. وراه في بالك حتى حسب قانون الارهاب يمكن معناها هو وقائي قف، حسب الوقائي اللي عندي تطبيقا لما جاء بقانون الارهاب، لانه واضحين قانون الارهاب فيه فصول تمكن من ايقافه من اجل
معناها التحرير او الافتخار بشيء عمل ارهابي. نقولوا تبييض الارهاب. تبييض الارهاب احنا لا تبييض الارهاب احنا وين نشوفوه برشا بقايا تبييض الارهاب احنا نشوفوه حتى في بعض المنابر الاعلاميه نشوف في بعض التجمعات موجود تبييض الارهاب باي طريقه بربي خلي الناس تستوعب خاطر هو العباد لازم تفهم ما يلزمهمش يسوبيس لازمهم يعرفوا كيفاش يقع تبييض الارهاب. وقت اللي انا نسمع خطاب سامحني نسمع خطاب اللي سيدو باناليزي لاكت تيروريست معناها يحاول تبسيط العمل الارهابي يقول لا والله يا ظواهر اجتماعيه نقول معناها ظاهره اجتماعيه ظاهره قله وعي بالامور الدينيه. لا مش هكا مش هكا انا معاكم صحيح فما مشاكل انه في الحاضنات معناها في التربيه نتاعو الاجتماعيه كانت ضعيفه في مستوى العائله كان لكن ماهوش هذا هو موصول يعمل عمل ارهابي هذاك هو بالنسبه لي انا انعته وهو ارهابي باتم معنى الكلمه. ما نقولش واحد خارج القانون المخالف القانون هذا يعطي عنوانه الشخص هذا يراه ارهابي باتم معنى الكلمه لازم نندوا بالعمليه الارهابيه ونستنكروها ونجيو ضدها ليس اني نجي باش نقلوا اعذار هذا ايش قلت انا ما نجيش نقلوا انا اعذار السيد هذاك اللي عمل ارهابي ما نقول ظرفه الاجتماعي يعني في هاي السيد اللي عمل العمليه هاو يسكن في دار فوق اللوطه هاو عنده بورتمان هو مستقل ودارهم اللوت هاي هاو كانت ماديه لاباس عليه. فاصل ونرجع ونواصل الحوار نتاعنا والكلمه ليك بعد شوي سي رجاء. الانترفيو واصلوا حوارنا مع ضيفنا سي عماد بالحاجه خليفه. كلمه ليك سي رجاء. سؤال كبير نعرفه بالتجارب اللي وقعت الكل تو قاعدين نشوفوا في فرنسا وبلجيكا والمانيا واوروبا انجلترا هي مؤخرا امريكا بعد الاعتداء الاخير اللي قتل فيه ثم زوجين مسلمين امريكان قتلوا فيها 14 معناها مساكن بالرشاشات وكذا. السؤال الكبير اللي تطرح على الفرنسيس على البلج على تطرح علينا احنا تطرح على الجزائر من قبل في حربها الطويله ضد الارهاب يعني 10 سنين اللي خلفت راهو نساو احنا ربع مليون قتيل راهو مش شوية راهو ما ثماش عائلة جزائرية ما تمسدش من حرب الإرهاب هذيك الحرب مع الجيا ومع غيرها من العصابات الأخرى. اليوم هل نحن ثقافيا إداريا سياسيا أخلاقيا مستعدين لهالحرب ما يسمى بالحرب الوسخة الحرب اللي وقعت في الجزائر حرب وسخة فيها ضحايا وفيها أبرياء يسقطون وهذه في ككل حرب معناها هاو في عملية القصف هاو قصفوا دار متاع مدنيين هاو عائلة مشات مسكينة أشلاء. هل نحن مستعدين لهالحرب الوسخة ضد الإرهاب بما أنه الإرهاب وسخ هو عمل حرب وسخة هو يقتل في المدنيين بدون أي انتقاء أو لا لا ماذا به يدخل الحانوت كبير ويحط قنيبله هكا ويمشي هو اشلاء ومعها 17 ولا 18 بريء يمشي. هل نحن مستعدون لهذه الحرب؟ بالنسبه لنحن كامنيين نحن سلطه تنفيذيه ونحن قابلون لكافه التحديات لكن السؤال هذا نجم توجهه للساده السياسيين الذين اتخذوا قرار الحرب. السيد رئيس الجمهوريه اتخذ قرار الحرب واعلن عن ذلك نجم توجهه للسؤال الحرب هذه شنو اوجه نتاعها؟ إذا كان تدخل في حرب قابل باش تدخل في حرب بأتم معنى الكلمة كما هو مطلوب وإلا باش تكون حرب معناها وفاقية كما تقول أنت ما يلزم تكون حرب بأتم معنى لأنه الحرب عندها عنوان واحد صحيح في الحرب سيرو دي ديغا وأنا معك صحيح في الحرب كما تاخذ دواء أنت مو ليزيفي انديزيرابل هكا ولا لا تلقى ديزيفي ساعات لي دوماج كولاتيرو تير هذه موجوده جستمون سامحني سي عماد في النطاق هذا جستمون الاحزاب السياسيه اللي توا تندد بالارهاب وتخرج تقول رانا نطالبوا بالوحده الوطنيه ضد هذه الافه الكبرى والطامه العظمى اللي هي الارهاب. مثلا عندنا مثل الكاتب العام للمكتب المحلي لأكودا هو نسيب الإرهابي اللي وقع إيقافه أخيرا بحزام نصف ونحب نذكر الناس باللي راهو ما كانش عنده حزام نصف فقط كان عنده خمسة أحزمة نصفة أخرى ومع معناتها أسلحة من معناتها نوعية. السيد هذا يا لندرا هل حركة النهضة وديما نرجعوا لها على خاطر على غالب مصايب الإرهاب كثرت في وقتها ما فهمتش معناتها معناتها ربي حب هكا مانيش فاهمة لكن هل هي عندها موقف واضح على مستوى أعضائها على مستوى قيادتها على مستوى الخطوط معناتها الخط الثالث والرابع نتاعها من أنا هي تقوم بتنظيم صفوفها في اتجاه الحرب ضد الإرهاب وهذا
سؤال موجه لحركة النهضة اللي عندها مسؤولية إدارة البلاد ثلاثة سنين اللي عم فيهم الإرهاب في كل الجهات وفي كل الجبال وفي كل المناطق. ربي حبك أنا جاوبت. أنا والله عندي ملاحظة على الموضوع معين. ربي حبك. أنا والله مذهبية. أنا نمشي بساعات بعض البلاتوات في التلفزة أو في الإذاعات، كان خطابي دائما يتوانس ماذا بينا اسمه لغة واحدة، لغة توحد ليس تفرق، لغة تجمع ليس تفرق. هذه حبيت خطاب نسمعه، لكن سائني ساعات أنا نمشي بلاتوات نقعد بيت نلقى روحي أنا غريب في وسطهم، نلقى ناس تعارك، ناس تزايد، ناس ما هيش حاسة بقيمة الظرف، ما هيش حاسة بخطورة الظرف اللي نعانيو فيه. وصلت حتى أقولهم بربي احترموني كأنا كأمني، على الأقل احترموني كأمني. كنت بروم جيتكم حتى في بعض البلاد وقولهم جيتكم نحبكم تقفوا معنا، جيتكم نحبكم نسمع كلمة واحدة. مش باش يدعموا ولاد بلادهم، لأن احنا في الصف الأول، احنا باش في الصف الأول باش يقدموا شهداء. نعم. يا سيدي راضيين احنا باش نموت من أجل بلادنا، يا ما على الأقل يقفوا معانا، ساندونا بالكلمة الطيبة، ساندونا بالكلمة الواحدة. راهو اللي راه فيه أنا مشاكل وتحرك فحرك ومعروك، راهو صدقني راهو يحبط العزائم بعض الشيء، ولو إنه احنا مش معني بالأمور هذه، لكن يحبط العزائم. وقت اللي نجي أنا نحب نسمع كلمة طيبة، نسمع كلمة الثناء، كلمة الترحم، نسمع كلام اللي ما يفرحش، نحب نسمع كلام واحد، نحب نسمع كلمة تونسية واحدة، عالم واحد يجمعنا، بلاد واحدة تجمعنا. 11 مليون وحرنا احنا، 11 مليون احنا، ماليش نقول 90 مليون في مصر، ماليش نقول في الصين، القاهرة 11 مليون يا ربي، وملتوى متعاركين في بعضنا، هذا يضرب في هذا وهذا يضرب في هذا وهذا يتكلم في هذا وهذا انت بيك وهذا يخون في هذايا وهذا يقول انت كذا وانت كذا. بربي رتحونا احنا، رانا نحبوا نخدموا ضربون نخدموا فيه بلادنا، مش بنتراجعوا. احنا امن جمهوري محايد، هذا دورنا، احنا مرفق عموما نقدموا في خدمه المواطن. اما على الاقل عاونونا بالكلمه الطيبه، يزونا من الضرب، يزونا من التشكيك فينا. كل واحد يحب يضرب سلطه سياسيه، هاو نقول لك اختي العال، كل واحد يحب يضرب سلطه سياسيه معينه وين يمشي؟ يمشي للمؤسسه الامنيه، لقد قصرتم، لقد كذا، لقد كذا، لقد كذا، يمشي صاحبك مباشره. علاش تعملني انا التروبلان تاعك انت باش تضرب السيد اخر؟ انت كانك المريكا نسمع قالوا الاخر، قالوا في 2014 حققنا نجاحات وكذا وكذا، ولكن في 2015 فهناك دماء وكذا. عليه عمليه مرض غرسلي شكون عملها؟ لقمان ابو سخر شكون عملها؟ احباط عمليه سوسه شكون عملها؟ باش جبناها من السنغال هذوك، ولا 14 جندي وقتاش تقتلوا؟ معناها تحس عمليه ممنهجه باش يضربوا اطراف اخرى حسابنا احنا. يا ولادي احنا رانا نخدموا في الدرابو، احنا مرفق عمومي قاعدين نخدموا في خدمه للتوانسه. ونحب نقول لك حاجه، فكره الامن اصبحت ضروريه لكيفيه الحياه، مثل في ذلك مثل الحق نفسه، وليس مجرد شرط للتمتع بالحق. احنا هكا راهو كاتحاد وطني هكا راهو، والامن كحق للفرد يجب تنميته مع الحريات الفرديه والنظر اليه كهدف تحققه الدولة للسلطات العامة بما يتماشى دائما مع مبادئ حكم القانون والمعايير الدولية. هاو كي نحبوا، من حقها الدولة راهي باش تحتكر العنف، من حقها تحتكر العنف، لكن لتحقق الحريات وتحقق الأمن للمواطنين. احنا نحبوا حقنا في الأمن ونحبوا حقنا في الحرية، وفي نفس الوقت نقعدوا نقولوا كيفاش الامن تو باش يمثل من حرياتي. القوى الرادعه راه هو مقنن، حتى معناها احتكار العنف بالدوله هو راه مقنن بقانون. نعم. ليحمي الاقليات، ليحمي كيف اطراف التونسيه الموجوده في البلاد التونسيه، هذه لازم تكون العقليه نتاعنا. مش كل واحد مرة فات عملنا حاله الطوارئ، خرجوا مظاهرات المس من حريات والمس من كذا. باهي. ما عندنا حد شيء، المس من حريات حد شيء، لا بروف. يا من الناس تكلم في البلاتو، يا من الناس تحكي. سعيمات. ما منعنا حد شيء احنا كأمنيين بالعكس. حكيت على خليني نستعمل الكلمة نتاع البارح فوزي الحداد، يقول لك مناورات تصير ما بين الشخصيات السياسية والشخصيات السياسية المضادة، ولكن فما طرح آخر خلينا نقول هذه الكلمة، ما بين المؤسسة الأمنية والقضائية، دون توجيه اتهامات للمؤسسة القضائية، أنه ما يفوق 1300 إرهابي مشتبه به لليوم بدون محاكمة. هل هذا يدخل في إطار وسياق ذكرناه التعامل بمرونة بسلاسة غير مسموح بها مع الإرهاب، وإلا فما خلفية أخرى؟ أنا بالنسبة لي نحب نأكد على حاجة، احترامي للمؤسسة القضائية. قول قيل علاش؟ لأنه احترامك للمؤسسات هو احترام لشخصك. إذا كان شككنا في مؤسساتنا انتهت الدولة، ما عادش فما دولة. يلزم احترام المؤسسات في التعامل نتاعنا، لكن من حقنا باش نفهموا. أكيد. أنا بالنسبة لي كمؤسسة أمنية ولا كسلطة تنفيذية نخدموا في العمل نتاعنا بكل حرفية كان، لكن لاحظنا كاتحاد وطني قبل تونسي قلنا أنه قاع إنشاء القطب القضائي، وأنه السادة القضاة اللي يحكموا في الأحكام في قضايا إرهابية،
ما عندهمش حماية سادة القضاة. لازم نوفروا لهم الحماية اللازمة باش هما ينجوا أعمالهم بكل أمان. هما عائلتهم. لأنه هما محل تهديدات حابين الأوكران. إحنا قلنا الاتحاد الوطني قال مش قالوها برشا ريت مرة واحد طلع في بلاتو قدم روحه وخبير برا برك. الاتحاد الوطني قالها. قلنا إحنا وطلب المجلس التأسيسي السابق وقدمنا له مشروع توفير الحماية للسادة القضاة كما في إيطاليا وقت اللي كانت تذكروا المافيا الإيطالية كانت مسيطرة كانوا عملوا لهم السادة القضاة. معناها حماية خاصة حتى لي كونت نتاعهم وحدهم حتى السكن نتاعهم وحدهم بطريقة كبيرة ياسر وكانت نتيجة شفتها شنو كانت في إيطاليا. هذا طلبنا به رانا طلبناه تعرف وقتاش كان فما التأسيسي ما وقعش احترامه ما وقعش تطبيقه ومن بعد شنو كانت النهاية كانت عملية اختيار الحاج محمد الإبراهيمي في جويلة. احنا مشينا للمجلس التأسيسي وقتها في جوان وقلنا لهم هاي المشاكل هاي الصعوبات وهاي الحلول يعني احنا واعيين بخطوط الضرب لأني أنا ما نجمش نتجنى على المؤسسة القضائية. المؤسسة القضائية وفروا لها الحاجات اللي تحميهم السادة القضاة باش يخدم بأريحية السيد القاضي. لأنه سأكد لك حاجة في المحكمة الدائية بتونس القاضي يخرج بعد من المحكمة وحده هو كان واقف معناها على قضية إرهابية يخرج وحده يمشي لكريهبته يمشي لكريهبته ما تعرف عليه يختار هذا معناها قاضي ما بالك بشخص آخر. لذا لازم نكون واقعيين كي نحبوا نعالجوا حاجة بكل أريحية نوفر له خويا ومن بعد نشوفوا النتائج. صحيح عندنا برشا العديد من الإرهابيين حاليا موجودين في السجون التو ما تحاكموا احنا ماذا بينا نشوفوهم يتحاكموا احنا ماذا بينا نشوفوا احكام زجريه علاش التو ما تحكموش هذا هو السؤال. يقول لك القضاة فما شكون يقول لك ياسين القضاة ما يعرف الاجابه ما ممكن متحفظ متحفظ ليه ما ثم شكون يقول لك راه ثم قضاة خايفين على رواح دونك يقعد يوخر فيها كما قال هو بالحق متى يلزم القضاة اللي باش يتعاملوا مع قضايا الارهاب يلزمهم حمايه كامله لهم هو ولعائلتهم هذه اللي صار في بلدان العالم الكل معناتها كيف تدخل في منطق الحرب على الارهاب هذا هو المنطق السابق. ثمانيه دقائق مازالت لنا سي راجل الكلمه ليك وماذا بينا زاد نجدوا على عوده المقاتلين التونسيين من سوريا لكن قبل ذا المجال مفتوح ليك سي راجل. سي ماذا حاله الطوارئ اللي باش تتواصل وحظر الجولان هذايا اللي نص الليل الخمسة متاع الصباح هل هي إجراءات كافية ليقوم الأمنيون بواجبهم هل هي إجراءات يجب أن تتواصل أن تستمر هل يجب أن احنا بيدنا نقتنع كتونسيين كعائلات ككبار كصغار بأن هالإجراءات هذه الخارقة العادة هي ستتواصل لأن الخطر الإرهابي سيتواصل. بالنسبة للإجراءات هذه هي داخلة في استراتيجية كاملة للتضييق على الإرهابيين ولتمكين المؤسسة الأمنية باش تقوم العمل نتاعها بكل أريحية بتتم عملية المداهمات والوقوف على أي معلومة توصلنا نخلطولها في التوقيت قياسي لأنه ما يخفاش عليك حالة الطوارئ تمكننا باش نجم نداهم برشا أوكار ويقاف العديد من ال طب قول كلمة هذه المتهمين برا بركة هالمتهمين أخوي خير من يقول لك عيما شبي يقول عليهم برا بركة هالمتهمين أنت تقول متهمين وأنا أقول إرهابيين أنا منيش محايدة مع الإرهابيين أي أي لا لا حتى أنا مش محايدة مني صحفية محايدة مع الإرهابيين لا يا سيدي إرهابيين إرهابيين أحب من أحب وكريم من كان هكا ورأس المسؤول أي سيدي إرهابيين لا 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 ما يقلقنيش لا ما يقلقني أما أنا نحب نقول لك حاجة الإجراءات هذه يا سيرة جاري ماهيش كافية وحدها لازم إجراءات أخرى تتبعها وديجا بدينا في تطبيقها هي المراقبة الإدارية وهذه فتتكم نقول لكم رقبه اداريه لانه الارهابيين هذوما كانوا يتنقلوا بكل حريه بصراحه ما فماش مراقبه اداريه صار ما معاهم الناس تتنقل بكل حريه تكون موجود في تونس تقعد تلقاها في قفصه تلقاها في كذا في كذا مسيبين في لازم نرجع الخدمه الصحيحه المراقبه الاداريه فهمني ولا وين مشاو مع شكون محكون حكايه وشكون معناها لازم نكون نقفوا عليه وهذا حد التجوال هذا حاليا اللي وقع التنقيس منه كان من الاول في التسعه نتاع الليل وثم طول نص الليل ما نحبش التوانسه يتقلقوا ما يسالش نضحي والظرف هذا الحساس من اجل البلاد نتاعنا لكن اكدوا ان المؤسسه الامنيه رغم نعلمك حاسر انا نحب نحيي زملائي يخدموا 12 ساعه حاليا متعبين برشا امنيين وماذا بي من خلالكم نحاولوا نراجعوا طريقه العمل هذه 12 ساعه لاني هذه تنزف الطاقات نتاعنا استنزاف طاقاتنا وتعبهم
انا نحب نحييهم الناس هذوما 12 ساعه ناس عنده عائله معناها يروح الدار ويمس الحيط ويروح الراجل. سامع نفرح وقت نشوف الوحدات الامنيه ليلا ونهارا كما يقال بالضبط. في مفترق الطرقات بالضبط. في جميع طرق السياره تو احنا صحيح. الحمامات واللوتروت حتى الجابس حتى تشوف وحدات امنيه ليلا ونهارا على حساب ايش؟ على حساب راحتهم على حساب عائلاتهم أيوه. وعلى حساب اجرهم بصراحه اللي يضحك المتواضعين قضوا فيه توا أنا سمعت حتى وعود من سيد رئيس الحكومة إن شاء الله تكون وعود صادقة وتكون ملموسة ودير مباشرة ياخذ قرارات فيها مش نقعد نستناو مداولات ونستناو نقاشات فعلية تكون موجودة. لو كان تسمح دونك باش نختموا الحوار نتاعنا بنقطة مهمة جدا سي رجاء أمال عودة المقاتلين التونسيين تبارك الله بالآلاف في سوريا وحتى البارح في البلاتو التلفزية قاعدين نسمعوا بالآلاف في سرت في ليبيا كيفاش التعامل معهم خاصة وأنه قاعدين نسمعوا اليوم منهم اللي تمتع بالعفو التشريعي العام خرج ورجع لتونس ونفذ عمليات وبعد نفتحوا للأمال في دقيقتين من زمان باش تقرا لنا رسالة تفضل. أنا نحب أقول لك حاجة ريكرياسيون فات فهمتها ريكرياسيون فات ماذا بيا سي الحبيب السيد الأمن الجيش هو اللي يفهم بالنسبة لنا احنا كأمنيين تويكا اللي باش يرجع من غيره من بؤر التواتر ويطبق عليه القانون توقف ويتعدي القانون يطبق عليه القانون يزي ما تسهلنا معاهم يزي ما كذا ما يزي وين نحبوا نمشيو توا وين نحبوا نوصلوا توا بلادنا وين نحبوا نوصلوا توا تطبيق القانون بحذافيره ما فماش يسامح وما فماش سيد جاي بؤر التواتر يتحمل سوريته فما قضاء وقف وحيلوا على القضاء المساج هذا خذيتوه من عند هرم السلطه رئاسه الجمهوريه رئاسه الحكومه هذا هو التوجه العام توا أنا أمني أطبق القانون بحذافيره، أي شخص يجينا من بؤر التوتر نطبق عليه القانون، وكان في بالكم حتى القرارات الأخرانية اللي خذوها السيد رئيس الحكومة، من بينها القرارات هذه الناس اللي تجينا من بؤر التوتر قاعدين هنا موجودين مع الشيل هنا، ياكل ويشرب ويستنى في لحظة الصفر باش يعمل عمليته. هذيش قاعدين عاملين هم. وأنا نقول له مرحبا بيك وايش أحوالك؟ ها كانوا جاي هو كان يخدم عمانة بالخارج سيادته. كان يضرب ولا بالناس ولا مروح من الحج اي مروح من الحج نفرح بيه بوسوا منه ومنه ودي مو لاباس لذا تطبيق القانون يا اخي بارفوا il faut en faire du mal pour en faire du bien واضح شكرا لك سي عماد بالحاج خليفه الناطق الرسمي باسم قوات او نقابات قوات الامن الداخلي على تلبيه التاوى على حضورك وان شاء الله في فرصه قريبه عايش بارك الله فيكم وتبقوا ديما سلطه رابعه ونحترموا السلطه الرابعه كاب افام الكلمة ليك